بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حر رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، في كمان ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ونشاط للرياح ببعض المناطق هتكون مثيرة للرمال والأتربة بالتحديد على حلايب وشلاتين، في كمان فرص لأمطار ضعيفة وقد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وبوسمبل، وفي شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. دكتورة منار. ألو، صباح الخير عليك أستاذة لميا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين على درجات الحرارة، لسه في ارتفاع معانا في درجات الحرارة وفي كمان رطوبة وأمطار خفيفة، فطمنينا يعني هل هتستمر معانا درجات الحرارة والأجواء دي والظواهر الجوية دي ولا ممكن تهدى الفترة اللي جاية؟ بالفعل احنا اليوم بنشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، مؤقت يعني هو ان شاء الله يكون مدته اليوم، وهيكون كمان ذروة الارتفاعات لان بتأثر الكتل الهوائية الغربية القادمة من الصحراء الغربية هتؤدي لارتفاع درجات الحرارة، وتكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى في الظل 39 درجة مئوية، نحسها أعلى من كده نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو، فالمحسوسة توصل ل 42-43 درجة مئوية، مع طبعا زيادة فترات قطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. الارتفاع ده بيشمل أغلب المحافظات الشمالية من سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وكمان محافظات شمال الصعيد، عشان كده طقس النهاردة فترة النهار هيكون طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، طقس حر رطب على سواحلنا الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، طبعا نسب الرطوبه الموجوده في الجو هتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من المتوقعه في الظل، ونسب الرطوبه بتختلف من محافظه لمحافظه، بتكون المناطق الساحليه اعلى رطوبه وكل ما تقدمت للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل. ده هيكون فترات النهار، فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، لكن ده بيكون عظمه الرطوبه فتره الليل، فبالتالي اجواء فتره الليل هتظل اجواء مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان مستمر معانا فرص الامطار اللي احنا شهدناها منذ عده ايام ومكمله معانا النهارده، هي امطار خفيفه وممكن تكون رعديه احيانا على بعض المناطق من اقصى جنوب البلاد زي حلايب، شلاتين، ابو سمبل، اسوان، محافظه الوادي الجديد، وده طبعا نتيجه ارتفاع الحزام المداري اللي بيأثر بامطار على السودان واثيوبيا، بيرتفع شمالا فبيأثر على المناطق اللي موجوده في جنوب جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه كمان طبعا مع الامطار لانها كمان سحب رعديه ممكن يكون معاها رياح هابطه، الرياح الهابطه دي بتزود سرعات الرياح على سطح الارض، فبالتالي بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، اتربه ورمال مثاره على اقصى جنوب البلاد، والاتربه دي ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، بالاضافه كمان نشاط رياح خلال فترات المساء ساعات الليل على المناطق الشماليه وتحديدا في القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وجود نشاط نسبي خلال فتره الليل وساعات المساء يعني هيقلل احساسنا بنسب رطوبه بعض الشيء، زي ما قلنا في الاول ارتفاع درجات الحراره ده مؤقت يعني مدته اليوم، ان شاء الله متوقع من غدا ان تنخفض درجات الحراره بحوالي 3 درجات، وتكون العظمى على القاهره الكبرى غدا 36 درجه مئويه، مع يوم الثلاث والاربع كمان هتنخفض وهيكون في مزيد من الانخفاض وتوصل ل 34 درجه مئويه، وتكون طبعا اقل من المعدلات، لكن احنا ما زلنا في الاجواء الصيفيه المعتاده، فمهم جدا ننصح كل الساده المواطنين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس المباشره، ولو انا موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وعدم الوقوف كمان تحت اشعه الشمس لفترات طويله، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات في السماء. بشكرك فيها، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 39 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 40-27، اسكندرية 35-25، العالمية الجديدة 34-25، مطروح 32-24، دمياط 35-26، بورسعيد 35-26، الإسماعيلية 40-25، السويس العظمى فيها 40 والصغرى 25،
26، العريش 36-26، كاترين 33-17، وطابة 37-24، حلايب 38-30، شلاتين 42-30، شرم الشيخ 41-30، والغردقة 40-30. الفيوم العظمى فيها 42 والصغرى 26، بني سويف 42-26، الوادي الجديد 45-27، أسيوط 43-27، سوهاج 43-28، وقنا 44-29، الأقصر 44-29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 30. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة دلوقتي، وكمان دي تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية على جمانة ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. نشكرك يا لميا، شكرا جزيلا. شكرا يا لميا.